الرجل هو لازم يقود هيك اماكن، يعني شغله نادره انه باداره نسويه ان يكون هناك امراه تقود يعني مطعم. بعد ركود الوضع الاقتصادي الذي افرزته جائحه كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار، ارتأت عدد من النساء افتتاح مطعم بإدارة نسائية في كركوك وتقديم أصناف الطعام العراقي بنكهة منزلية. نمينا الفكرة من خلال النساء اللي تبحث عن العمل واللي تطبخ ببيوتها، يعني خطيرة حتى قليل انه فرصة يعني تسويق بضاعتها كانت كلش قليلة، فجتنا الفكرة انه ننشئ هذا المكان وتنجمع هذه النساء اللي عندهم هذه القابلية والتفنن بالطبخ، يعني تعرف هو الطبخ هو بحد ذاته فن. احنا عددنا 10 نساء هنا موجودين، ونفس الوقت اكو فرصة عمل للشباب، وكل من عايش عائلته وهاي. يعني شغلكم هنا احسن من واحد يقعد بالبيت يظل احسن من القعده بالبيت، والحمد لله شغل ماشي. مشروع صغير ضم اكثر من 10 نساء استطعنا ان يتجاوزن كل الاعراف والتقاليد من اجل اثبات وجهه نظرهن بان اعمال الرجال ليست حكرا لهم، وان المراه تستطيع ان تنافس الرجل بعمله، كما انها تضيف لمستها الابداعيه. سعد السلطان، قناه التغيير، كركوك.